المورد السابع زيارة قبره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، حاشية ابن حجر الهيثمي على الإيضاح للنووي. قال الحافظ ابن حجر الهيثمي قوله أي النووي: وقد روى البزار والدارقطني بإسنادهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. قال الهيثمي: رواه أيضا ابن خزيمة غزيمة وخزيمة في صحيحه، وصححه جماعة كعبد الحق والتقي السبكي. طبعا هذه الأسماء وصحة القراءة تبقى عليكم، المهم المعنى. إذن يقول: ولا ينافي ذلك قول الذهبي: طرقها كلها لينة يقوي بعضها بعضا. يقول هذا قول الذهبي: طرقها كلها لينة يقوي بعضها بعضا. يقول هذا لا ينافي التصحيح، لا ينافي ما ذكره وما صححه الآخرون وباقي المحققين. ورواه الدارقطني أيضا والطبراني وابن السبكي، وصححه بلفظ: من جاءني زائرا لا تحمله حاجة إلا زيارتي، كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة. لاحظ، زار النبي ليس لمسجد النبي وليس لشد الرحال لمسجد النبي، من جاءني زائرا لا تحمله حاجة إلا زيارتي. إذن قصد الزيارة ونفس الزيارة. في رواية: كان له حقا على الله عز وجل أن أكون له شفيعا يوم القيامة. يقول: والمراد بقوله لا تحمله حاجة إلا زيارتي اجتناب قصد ما لا تعلق له بالزيارة، أما ما يتعلق بها من نحو قصد الاعتكاف، أما ما يتعلق بها من نحو قصد الاعتكاف في المسجد النبوي وكثرة العبادة فيه وزيارة الصحابة وغير ذلك مما يندب للزائر فعله، يقول فلا يضر قصده في حصول الشفاعة عليه. يعني زيارة نفس المكان، نفس القبر، نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، زيارة نفس القبر فيه خصوصية وينال الزائر الشفاعة، ويضاف لهذه الخصوصية زيارة الصحابة، كثرة عبادة، المسجد، اعتكاف في المسجد، فلا يضر قصده في حصول الشفاعة له. فقد قال أصحابنا وغيرهم: يسن أن ينوي مع التقرب بالزيارة. إذن الأصل الثابت هو التقرب بالزيارة وليس زيارة المسجد. يقول يسن أو يسن أن ينوي أو يسن أن ينوي مع التقرب بالزيارة التقرب بشدة الرحل للمسجد النبوي والصلاة فيه كما ذكره المصنف. ثم الحديث يشمل زيارته صلى الله عليه وآله وسلم حيا وميتا، ويشمل الذكر والأنثى الآتي من قرب أو من بعد، فيستدل به على فضيلة شد الرحال لذلك للزيارة وندب السفر للزيارة، إذ للوسائل حكم المقاصد، له أجر على استخدام الوسيلة والطريقة للزيارة والمسافة التي تقطع من أجل الزيارة، من أجل أن يحقق هذا الشرف وهذا الفضل والفضيلة في الزيارة. إلى أن يقول: وأخرج أبو داود بسند صحيح: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فتأمل هذه الفضيلة العظيمة، لا زال الكلام في الإيضاح للنووي حاشية الهيثمي، فتأمل هذه الفضيلة العظيمة وهي رده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على المسلم عليه، إذ هو صلى الله عليه وآله وسلم حي في قبره كسائر الأنبياء، لما ورد مرفوعا الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. ومعنى رد روحه الشريفة رد القوة النطقية في ذلك الحين للرد عليه. الإيضاح للنووي حاشية الهيثمي.